خلونا ناخد الشيخ عبد الله جهامة، رئيس جمعية مجاهدي سيناء. شيخ عبد الله مساء الخير. مساء الخير يا فندم، اهلا وسهلا عليك وعلى السادة المشاهدين. كل سنة وحضرتك طيب. وانت طيب بالصحة والسلام يا رب. يعني أنا دايما بوجه التهنئة الأول لأهل سينا، لأنه أكيد كل بيت سيناوي عنده إما أخ أو أب أو جد ساهم في تحرير هذه الأرض. صحيح. أولا اسمح لي أن أقدم بمناسبة عيادة سيناء، أقدم كل التهاني لشعب مصر العظيم ولشهرواح الشهداء ولقوات المسلحة أينما تواجدت على أرض سيناء على أرض مصر. وأقدم التهاني أيضا لرأس الدولة الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي حقيقة بذل جهد كبير جدا في سيناء في مقام طول شهر. وحقيقة لا أخفى عليك وعلى السادة المشاهدين ان سيناء بعد نكسه 5 يونيو 67 وانتقال الدوله المصريه للضفه الغربيه قناه السويس لم يتواجد في سيناء الا ابناء سيناء ورموز من رجال المخابرات الحربيه. وهذه المجموعه شكلت منظمه اللي سماها الرئيس ابن عبد الناصر منظمه سيناء العربيه. انخرط فيها شباب القبائل وكل القبائل شاركت فيها وخاصه مدن قناه السويس والاسماعيليه وبورسعيد. هذه المنظمه خلت سيناء كتاب مفتوح امام القياده السياسيه في رصد تحركات العدو. حتى جاء نصر اكتوبر العظيم، وهذا النصر الذي حقيقة هزم كل القوة الغربية والقوة الشرقية اللي كانت بتغطي مع القوة الإسرائيلية. ويمكن العدو الإسرائيلي حينما أنشأ خط برليف على الضفة الشرقية لقناة السويس كان أوهم العالم كله، كل العالم من خلال الوفود اللي بتأتي لهذا خط برليف، وكله أكد على أنه لا يمكن أن المقاتل المصري يتجاوز خط برليف. ولكن بفضل الله سبحانه وتعالى وبعزيمة الرجال كان المقاتل المصري بيرفع العلم على الضفه الشرقيه لقناه السويس في 6 عام. ثم عاد استحقاقية سيناء من خلال مفاوضات. هذه المفاوضات كانت لا تقل شراسه عن حرب اكتوبر، الى ان عادت سيناء كامله حتى طابه كل الحدود المصريه عادت تماما الى ارض طب مصر. طب شيخ عبد الله، شيخ عبد الله اسمح لي، انا قلت حاجه وعايز اشوف رايك فيها. انا قلت ان الحرب على الارهاب كانت اقصى شراسه من حربنا على الاسرائيليين. تمام. اولا من حوالي 7 سنوات اجتاحت موجه ارهابيه شديده جدا على سيناء، واسمح لي ان اوجه شكري وتقديري لرجال هيئه الاستخبارات العسكريه والشرطه اللي كانوا مع جنب مع جنب الى مع ابناء سيناء. وحقيقه ابناء سيناء فقدوا في هذه المعركه معركه قوى الشر 750 شهيد، بينما بالاضافه الى شهداء الشرطه والجيش. ابناء سيناء لم يتاخروا ابدا عن دعم القوات المسلحه في مقاومه الشر قوى الشر. احنا شفنا حقيقه اختفت العياده سيناء لمده 5 سنوات في سيناء نتيجه الارهاب الاسود، ولكن العام الماضي وهذا العام عمت الاحتفالات كل ربوع شمال سيناء وكل محافظه الجمهوريه ايضا، لكن بما ان سيناء كانت مسرح للعمليات، احنا حقيقه كان الواحد لا يامن في بيته ولا يامن عربيته ولا يامن اولاده من قوى الشر، وكان الكل بيقفل عبابه من صلاه المغرب. ولم يتواجد في الشوارع الا رجال القوه وعناصر كانت الناس بتقعد في بيتها من صلاه المغرب. اي نعم طبعا، لان كان في قتل وفي تدمير نسب يومي يومي، وكان الهدف هو حقيقه مؤامره كبيره جدا على مصر في محاوله استقطاع جزء من سيناء او انشاء ولايه سيناء عليها. ولكن حقيقه القوات المسلحه بذلت جهد كبير جدا، ورجال هيئه الاستخبارات الحربيه متواجدين مع سيناء، وابناء سيناء انخرطوا حينما نادى المنادي. وفي الحقيقه حتى الان ابناء سيناء اذا جد الجد ونادي المنادي فهم في المقدمه وفي الطليعه لتنفيذ اي وادر. طيب. احنا حقيقه لن يتاخر ابدا ابناء سيناء، لان نحن شفنا حقيقه سيناء قد ايه اهملت في فترات العهود الماضيه، ولكن لم نشعر بان في هناك تنميه الا لما تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي من عدد. طب شيخ عبد الله كلمني بقى، والناس اهلنا في سيناء بيسمعونا دلوقتي، كلمني بقى، هل الدوله اتجهت بجديه لتنميه سيناء؟ يعني احكي لي بصراحه، هل التنميه في سيناء فرقت في ال3 4 سنين اللي فاتوا؟ والله بصراحه مش في ال4 سنين، حتى في وقت مكافحتنا للارهاب كانت في تنميه. القوات المسلحه انشات مجمعات زراعيه في وسط جنوب سيناء، حتى في مقاومه قوى الشر كانت في تنميه، لكن حقيقه لما اختفت هذه القوى الشر بدات تنميه جد. احنا الان عندنا شبكه طرق فخمه جدا، وثم ان الرئيس عبد الفتاح السيسي حط عينه على انهاء عزل شمال سيناء عن الدلتا، فبالتالي عمل انفاق سواء السويس بورسعيد الاسماعيليه. بعد ما كنا بنقعد على المعديه 5 ساعات حتى نعبر من الضفه الغربيه والشرقيه، الان في 10 دقائق ربع ساعه بتعدي من الضفه الغربيه او الشرقيه. ثم هذا الجهد جهد كبير جدا من الدوله، ثم انشاء ميناء العريش اصبح ميناء عالمي،
وربطه بسكة الحديد من بورسعيد حتى العريش تمر حتى جنوب سيناء على البحر الأحمر في ميناء نويبع. هذا هذا الإنجاز يضاهي الإعجاز. ثم في توجه من الدولة على أنه يتم استصلاح واستطلاع ما يزيد على 350 ألف فدان في وسط سيناء من محطة مياه تحل محطة. طب يا شيخ عبد الله، وفرص الشغل أخبارها إيه؟ يعني هل مثلا ولادنا شباب سيناء دلوقتي لاقيين فرص عمل والحاجات دي كلها؟ شوف احنا ما بقول لكش احنا انتهينا، احنا محتاجين لسه المزيد والمزيد، لكن بقول لك ان في اراده سياسيه لتنميه سيناء. وزير ورئيس الوزراء لما جاء لسيناء في حوالي شهرين اقر ان هناك في ان انشا مدن تكون في سيناء تجمعات سكنيه، هذا حتوفر عيد عامله. وبناء سيناء زي ما اشتغلوا مع القوات المسلحه او مع الدوله في حفر قناه السويس الثانيه، ايضا مشاركين ايضا في التنميه في المجمعات السكنيه في سيناء. هذه المجمعات حتكون فيها وسائل ترفيه وفيها تعليم وفيها الصحه، ومجمع بدل من الناس يكونوا منتشرين في مناطق عده هيكونوا مجمعين في مكان امن ومكان فيه دور عباده. يا شيخ عبد الله احنا بنرد لكم حقكم، ده انتوا اصحاب الفضل. يا فندم احنا واجب علينا زي ما احنا اتحركنا في 67 بدون اي شيء، ولكن وازع ووزع. والحقيقه ان تقال ان ابناء المجاهدين الذين ضحوا في من بعد 5 يونيو 67 حتى نصف اكتوبر، ابنائهم واحفادهم هم الذين وقفوا مع القوات المسلحه في مقاومه بوشهر، وانه هذه الحقبه السوداء. وحقيقه انا بقول لسيادتك بالامانه اللي خلى شعب مصر كله يتدافق على يدافع على الصندوق سواء في جامعة وكالات او في اصوات، لان احنا حقيقه مصرين على الاستقرار الامني، لان احنا جربنا الامن في اختفاء الدوله حين مختفى خطفا في السنه السوداء. احنا الان الحمد لله في عندنا استقرار امني، ولما نشوف الحرائق حوالينا نحمد الله ان عندنا استقرار امني، وان احنا مصرين على الاستقرار، وان الرئيس عبد الفتاح السيسي. شيخ عبد الله كل سنه كل سنه وانت طيب، وكل القبائل وكل اهل سينا بالف خير وشكر، ودايما فاكرين ومش ناسيين، وان شاء الله يديم عليكم الامن والامان والتنميه باذن الله تعالى. بشكرك شكرا جزيلا.